بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله هيكون عندي حلقة خاصة جدا، زي ما قلت لحضراتكم النهاردة أسبوع المدافعين، ولكن مدافع اليوم له طعم خاص، له شكل خاص، له حب كبير جدا جدا في قلوب كل الأهلوية. طبعا النجم الكبير وصخرة دفاع منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق، النجم الكبير كابتن وائل جمعة، هيكون ضيفنا في البيت الكبير النهاردة. هو مش ضيف الحقيقة، ولكن هو صاحب بيت، وهو صوت من الأصوات العالية للنادي الأهلي أمام طوفان من الأصوات الضعيفة الحقيقة، ولكن يظل دائما وائل جمعة هو الصوت العالي للنادي الأهلي خلال الفترة السابقة. في الحق دائما وائل جمعة بيكسب أي حد بصوته، وإن هو راجل حقاني بيقول الكلمة الحق، والقانون بيعرف يقوله ازاي وحافظه ازاي، مش مجرد كلام بيقوله خلاص. فالحقيقة النهاردة حلقة مميزة جدا، وعايز بس احكي لحضراتكم موقف بسيط جدا قبل ما ابدأ الاخبار واستقبل كابتن وائل جمعة. عشرة عمر طويلة جدا ما بيني وما بين الكابتن وائل، فاول ما عرفت الحقيقة ان هو جه من قطر ورجع علشان عنده اجازة الفترة دي، فانا كلمته في تليفونه قلت له انا هجي لك هقعد معاك ونتكلم ووحشني وعايز اشوفك وكلام من ده. فروحت قعدت مع الكابتن وائل جمعه، فوجئت بحاجات كتير جدا اتغيرت فيه. اول حاجه اتغيرت فيه ان هو اللي كان بيقدم لنا بنفسه الحاجه، يعني جايب لنا شويه حاجات كده، وهو وائل كريم جدا يعني في بيته، فكان جايب لنا شويه حاجات كده هو بنفسه الحقيقه اللي بيقدم لنا الحاجه، وقايم يعمل لنا الشاي وقايم يعمل لنا كل حاجه. فالواحد قد ايه بيبقى سعيد جدا 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 لما يكون عندك، او وتفتخر بالمناسبه لما يكون عندك صديق زي وائل جمعة. وائل جمعة واحد من أفضل وأهم وأكبر المدافعين في تاريخ كرة القدم المصرية. النهاردة عندنا برضو فيديوهات مفاجأة للكابتن وائل جمعة، لأنه وائل جمعة يستحق الحقيقة أي تكريم ليه أو أي كلمة حلوة تتقال، فهي وائل جمعة يستحق أي كلمة تتقال عليه. دي أول حاجة. تاني حاجة بتكلم مع كابتن وائل، يا كابتن وائل الدنيا هتبقى ماشيه زي الفتره اللي جايه؟ قال لي يا عم اسلام انا جاي بيتي، انا جاي بيتي، جاي قناتي، جاي عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. الحقيقه هو كان دايما الاختلاف كان بيني وبين الكابتن وائل، قال لي بلاش الاربع وخلينا الاسبوع الجاي نطلع علشان تكون بطوله الامم الافريقيه. قلت له كل جمهور النادي الاهلي النهارده هيبقى متواجد على شاشة النادي الأهلي وشاشة قناة النادي الأهلي علشان وائل جمعة صخرة الدفاع في مصر والنادي الأهلي وصوت النادي الأهلي العالي هيكون متواجد النهاردة. الناس أنا عارف البعض بيتفرج على ماتش إنجلترا والدنمارك، ولكن أنا جالي النهاردة صور كتيرة جدا، واحد حاطط شاشتين جنب بعض، حاطط الشاشة بتاعت اللي هيتفرج على المباراة وجنبها شاشة تانية عشان يتفرج على البيت الكبير وكابتن وائل جمعة النهاردة وجوده في قناته قناة النادي الأهلي. الحقيقة لو قعدت أتكلم على كابتن وائل هتكلم كتير جدا جدا جدا، ولكن يشرفني اليوم النهاردة كابتن وائل جمعة كالعادة الصخرة مع الشاطر، الهاشتاج اللي هنشتغل عليه النهاردة الصخرة مع الشاطر. أنا متأكد طبعا كالعادة وكعادة جمهور النادي الأهلي الهاشتاج ده هيبقى نمرة واحد في مصر، لأن وائل عنده كلام كتير جدا عايز يتكلم فيه، بقاله فترة طويلة ما طلعش، ولكن أصر أن هو يكون متواجد من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. فأنا الحقيقة بشكره جدا، ولكن أنا بشكره بس عشان إحنا على الشاشة وبنتكلم، ولكن الحقيقة وائل دائما من الناس المحترمة جدا، من الناس الكويسة جدا. نتمنى إن شاء الله أن هي تكون حلقة تليق باسم النادي الأهلي وتليق بكابتن وائل وتليق بالبيت الكبير.